الساندوتش ده عشان هشتريه بسمع اسعار فلكيه، هوريكم ازاي تعملوه احلى من بره بالصوص بكل حاجه. اول حاجه هشوح الستيك بتاعي، انا هنا استخدمت ريب اي في حته زبده ملح وفلفل بس على الجنبين من غير حوارات كتير. كل جنب 3 دقائق تقريبا على نار عاليه، وبعدين في شوربه انزل بقى باللحمه بتاعتك وحط عليها توم وبصل روزماري وسيبها على نار هاديه قوي 4 ساعات تقريبا. لو الميه قلت زودها بس زي ما قلت لك 4 ساعات. ركز معايا بقى في حته الصوص دي. شايف الطاسه الجميله اللي انت عملت فيها الستيك دي؟ ما بنغسلهاش دي بتحط عليها زبده تفضل تجحد فيها كده تطلع كل الجليز اللي فيه. دي الطريقه اللي بتعمل بيها صوص الدمي جليز بالمناسبه. انزل بنفس الشوربه اللي احنا حاطين فيها الستيك شويه ميه ونشا قليلين قوي واحلى صوص اتعمل. بصوا قوامه عامل ازاي ومش متخيلين طعمه. في نفس الطاسه قلت لكم مش هنغسلها دي، هنعذبها معانا لحد اخر الريسبي. هنحط عليها زبده وشويه بصل على نار هاديه قوي لحد ما يتكرمل. افتح بقى على اللحمه بعد ما عذبتها 4 ساعات. بص بقى الطريقه ازاي. خدها على نفس الطاسه اللي انا قلت لك مش هنغسلها، تشويحه سريعه كده، حط عليها شويه عسل اختياري بس اسمع مني، حط عسل اي نوع جبنه تحبها، انا استخدمت تشيدر. غطيهم لحد ما الجبنه تسيح وتعالى نعمل الساندوتش. صوص سريع كده، البيز بتاعه مايونيز وليمون، وحطيت الستيك والبصل المكرمل. وبص بقى عامل ازاي مع الصوص اللي احنا عملناه، بياخد شويه وقت بس نتيجته مبهره. وبس كده اغسل الطاسه.